السلام عليكم خاوتي خياتي، ان شاء الله تكونوا ملاح وبصحه جيده. سمحوا لي راني غايبه عليكم وغبت عليكم بالبزاف. صحه رمضانكم وصحه شريبتكم، وان شاء الله تكونوا ملاح وباحسن صحه ان شاء الله. بو اليوم جبت لكم توزيعه الاطفال هادو تاع لي شوشو البنات ولا الاكسوارات الشعر تاع البنات. الطريقه تاعهم سهله وبسيطه، يعني لي ستيكرز وتحطوا عليهم سواء شوشو سواء مساسك كيما تحبوا، وتقدر تزيدوا معاهم حتى الغلاف تاعهم تاع اللوغو تاع الاسم تاعكم. الطريقه تاعهم سهله وبسيطه. نبداو بسم الله على بركه الله. واش نروحوا؟ اول حاجه نروحوا على تطبيق بانترست. دائما اي خدمه ولا اي تصميم ولا اي حاجه نبداو من تطبيق بانترست. شوفوا هنا يخرج لكم اختيارات على حسب نتوما واش تكونوا مروشرشين عليهم مقبل. انا هنا كنت مروشرشيه مقبل عليهم، خرجوا لي هذه الصور. عادي تحبوا ديروا صور اطفال يخرجوا لكم هذه الصور كيوت. هذو هنا عندنا هذه الصوره، نكليكيو عليها وبعدها نروحوا لهذوك ثلاث مقاطع الفوق، نكليكيو عليهم. هنا كاين تيليشارجي ايماج. دوكا بعد التحديث الصرا مقبل كانوا جهه ثانيه، دوكا دوك المقاطع طلعوا الفوق بالمره يجيبوا لنا تحديث جديد. بالنسبه للصور هنا الصور عشوائيه، تحبوا كل وحده واش تحب. هنا درنا توزيعات فقط للبنات، الاولاد مازال باش نديرو، ولكن كاين اللي تحب دير لوليدها هذوك ساعات. تقدر تشوف هنايا صور ذكور دير لهم ساعات عادي جدا باش واحد ما يغيظو الحال على واحد. على بالي بلي حنا البنات لابلي بار نخمو غير في البنات، والدراري رانا سامحين كاع فيهم. اعذروني الله غالب، ست غير توزيعات تاع البنات، دراري ما صدش. الى فيديو جاي ان شاء الله بالك نلقى لكم. هنا بعد ما نتي ديشارجيو كامل الصور نروحوا هنا لتطبيق حذف الخلفيات. ماهوش تطبيق اللي كنا نستعملوه القديم مقبل، عندنا هذا نزلوا من جوجل بلاي ولا بلاي ستور. هذا ينحي لنا كامل الخلفيه، ولكن في حاجه مش مليحه، يخلي لنا الاسم تاع التطبيق في الصوره. ندركو هنا على اضافه، تخرجنا الصوره ديريكتوم وينحي لنا الخلفيه تاعها. هنا نختاروا هذه الصوره اللي منحيه الخلفيه تاعها وفيها مربعات بيض وبالقري، ما نخيروش هذاك اللي كحله، نخيروش هذيك اللي فيها سوداء فيها السواد، فهمتوني. هنا نديرو كذلك تيليشارجي، نتيليشارجي الصوره تاعنا. نعاود معكم صوره واحده اخرى باش تفهمون. كليكيو هنايا نجيبو الصوره، هنا غير تحطوها تنحي الخلفيه. قلت لكم ديفو واحد فيه هو الديفو اللي يخلي لنا الاسم تاع التطبيق في الصوره. هذا ما كان. هنا كاين خلفيات ما شاء الله، اللي تحب دير لوغو ولا تحب دير كاش حاجه تكليكي غير على التطبيق، من هاي ينحي لك الخلفيه، من هاي يخلي، من هاي يدير لك لوغو شباب. وهنا نديرو تيلي شارجيو الصوره تاعنا. بعد ما حذفناهم نروحوا للتطبيق تاعنا عفوا التطبيق القديم تاعنا اللي هو حذف الخلفيات. هذا نعدلو به، نعدلو به الحاجات اللي تكون ناقصه زايده، نشوفوا كاش حاجه راهي ماهي شابه في ديك الصوره. كيما دوكا هذا اللوغو، هذا اللوغو تاعهم تاع التطبيق القديم حابه نحيه. هنا لانه الصوره كبيره نقدر نقص منها كما راكم تشوفوا، اني نقص منها وفي نفس الوقت نحذف هذاك الاسم تاع التطبيق. نروحوا على هذه الممحات ونحذفوا، يعني طريقه جد جد سهله، ماهيش ما تديش معنا كامل وقت. ونديرو حفظ. كما راكم تشوفوا، وتحبوا تخدموا غير بهذا التطبيق ولكن الخلفيه تكون يا بيضاء يا حمراء يا صفراء. هنا كما تشوفوا هذه الصوره انا نحيت لها الخلفيه، نكليكيو على هذيك النجمه نحو الخلفيه. هنا فقط نحين الخلفيه تاع الطفله، ولكن ما نقدروش نحو واش كاين تحت الشوشونات وتحت الشعر، هذاك اللون البرتقالي ما نقدروش نحوه، فهمتوني عبيد. لحق لكم هذا الميساج باش تفهموني مليح، لانه هذاك الاول
التطبيق الاول ينحينا كامل الزوائد، هذا التطبيق لا ما ينحيناش كامل الزوائد. هنا شوفوا هنا راني قصيت شويه من هذيك لابوبي، هذه الرسمه على جال هذاك اللوغو، نستمر بكامل التطبيق عفوا كامل الصور كيما هكا. من بعد نروحوا على تطبيق تحديد المقاسات اللي هو هذا التطبيق. تقريبا تطبيقات راني حاطط لكم في كامل الفيديو روابط تاعهم. نكليكوا على دوك النقاطي، عفوا نكليكوا على دوك النقاطي ونروحوا على هاد الكلمه الثانيه. هنا يخرجوا لنا الصور اللي كنا خدمناها متوالة اللي نحينا لهم الخلفيات اللي عندنا. هذه شوفوا هذه انا ما عدلتش فيها مليح مليح لانه كنت مزروبه شويه، كان الحق الفطور ما عدلت فيه حتى حاجه. هنا شوفوا دائما نقول لكم نحو هذاك المربع، عفوا هنا كان التليفون كان يروح ويولي كيما يحب. نرجع هنايا نروحوا لهنا تعديل المقاسات. شوفوا دائما نقول لكم انا هذا المربع نحيه، احيانا كي ندير مقاس متساوي ما يحبش يخدم لي، سي بوغ سا دائما خطرات يخدم خطرات ما يخدم، ما نتكلوش عليه، لازم دائما نحو هذاك المربع، نحو هذاك ونديرو 10 على 10. انا القيس درت 10 على 10، نتوما تحبوه الورقه كبيره ديرو اكثر، تحبوا ورقة تاعكم تكون صغيرة ديروها صغيرة، ولكن أنا على حسب الشوشو تاعي ولا على حسب الأشياء كيما نقولو الإكسسوارات يدو لي غير قيس 10 على 10. ولكن نتوما لا، بالاك أختي ولا الأخ اللي راهي شاهد في الفيديو بالاك الإكسسوارات تاعك يكونوا كبار، ما ديرش عليا أنا 10 على 10، لازم عليك تعتمد القيس تاع الشوشو تاعك. هنا كي تحبوا ديروا نسخ، ها هنايا كاتبة نسخ، تخرج لكم صوره يعني تبقى اصل النسخه تاعها. انا هنا نكمل كامل الصور بنفس الطريقه. هنا دوكا جبت لكم هذه الصوره اللي كنا نحينا الخلفيه تاعها فقط باش خلفيه كامله جزء من الخلفيه. بنفس الشيء 10 على 10 دائما نقول لكم اللي عندهم الاكسسوارات تاعهم كبار يكبروا الصوره، واللي الاكسسوار تاعهم صغار يصغروا الصوره. نكمل بهذه الطريقه، عفوا انا هنا جاني 6، جاوني 6 بالقيس تاع 10 على 10، نطبعهم خياتي. هنا نحاول ندير لهم حفظ اول حاجه تحفظ لنا في الملف تاعنا في الهاتف باش نطبعهم. اللي تحب تحفظهم كبي دي اف وديهم المكتبه هو امبريمي لها، امبريمي لها نورمال. هنا شوفوا واش نطبعهم، نطبعهم في بابي فوتو الخشين، باغ اكزومبل نقولو 200 240، ما ديروهمش بابي فوتو 180، راني نقول ونعاود ديروهم في البابي فوتو الوزن تاعو 200 حتى 240. وهذا هما التوزيع تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم وان شاء الله تكون الطريقه واضحه خياتي وخاوتي. ما تنساوش فقط الدعم، شويه دعم بس كل راني نشوف باللي اليوتيوب راه ما كاش كامل الدعم فيه، تهلاو شويه في الدعم. وما نطولش عليكم، باش نقول لكم صحه شريبتكم وصحه رمضانكم وصحه عواشركم اذا تلاقينا ولا ما تلاقيناش، وصحه سحوركم. ومع السلامه.